مرحبا مواليد برج السرطان، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون الأسبوع من الاثنين 18 للأحد 24 أكتوبر؟ بهيدا الأسبوع مواليد برج السرطان في عنا حدث حلو، وهو انتقال الشمس من برج الميزان لبرج العقرب، يعني من موقع مربع إلى موقع مثلث. الأجواء رح بتكون كتير حلوة لإلكم، الأجواء رح بتكون مميزة، وهنالك انفتاح تجاهكم وهنالك تنوع تجاهكم. لكن لازم تعرفوا إنه لما القمر بهالأسبوع بيكون برج الجوزاء، هيدي معناتها هي مرحلة انتقالية، هي مرحلة هدوء، تغطوا وتنتبهوا وبعدين بتتغير الأمور للأفضل. بهذا الأسبوع في عنا الشمس بتنتقل من برج الميزان لبرج العقرب بتاريخ 23، بتاريخ 23 يعني بتاريخ السبت تحديدا الساعة 5 صباحا توقيت عالمي، يعني 8 صباحا توقيت بيروت، بتنتقل الشمس لبرج العقرب وهون تبلش الأمور نوعا ما تتحسن. في عنا فول مون بتاريخ 20 اللي هو نهار أربعة، وذلك ببرج الحمل. هيدي نقطة كتير مهمة لألكم، ليش؟ لأنه مواليد برج السرطان معنيين بأطوار القمر اللي هو برجكم، هو كوكبكم الحاكم. خلونا نشوف على كل التنين الثلاثة والأربعة. التنين من الساعة 1 الظهر توقيت بيروت حتى الأربعة الساعة 11 المساء توقيت بيروت، القمر بيكون موجود ببرج الحمل. وجود القمر ببرج الحمل بالنسبة لألكم وبمعاكسة من الشمس بيخلق شوية توتر، وكأنه شوية حزازير، وكأنه في شوية تطورات انتوا عم تشتغلوا عليها وانتوا عم تحاولوا تحسنوها وعم تحاولوا انكم تلاقوا لها حل. لكن هي فترة كتير 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 مهمة، بتحطكم امام تحديات يمكن تكون مهنية او غير مهنية، لكن مش بالضرورة تكون صعبة الا اللي عنده مشاكل او عنده تحديات صعبة ايه معقول يحسوا فيها، خاصة لما بصير في عنا فول مون ببرج الحمل اللي هي اعلى نقطة بالدائرة الفلكية. هون صارت الامور فعلا كاملة ومكتملة، وهون صارت الامور مضخمة فينا نقول. لكن القمر في اعلى نقطة بالدائرة الفلكية مرة واحدة بتصير بالسنة، هيدي معناتها في انفراج، في تنوع، وفي نوع من خبر حلو بيكون بانتظاركم. هذا يوم الاربعاء تحديدا. بينتقل من بعد القمر لبرج الثور، وبيبقى برج الثور كل الخميس كل الجمعة والسبت حتى الساعة 11 صباحا توقيت بيروت. فترة وجود القمر ببرج الثور هي فترة جيدة، فترة منعشة وفترة حلوة، وأنا صراحة بعتبرها يمكن تكون الأفضل بكل هذا الأسبوع والأريح بكل هذا الأسبوع والأكثر فعالية بكل هذا الأسبوع، فاستغلوا وانبسطوا. ومساقبة بمنتصف الأسبوع يعني عندكم مجال لحتى تشتغلوا وتخلصوا أشغالكم. ليه؟ لأنه السبت الساعة 11 صباحا توقيت بيروت القمر بيروح لبرج الجوزاء، وبتدخلوا بمرحلة من الهدوء والركود تستمر كل يوم الأحد. فترة الركود يمكن بتخليكم تشعروا أنه يي مأخرين، يي ملحقتوا، يي في تراجع في بعض الأمور، يمكن الأمور منها الأدى على ذوقكم، ففي بعض التراجع في هذه الأمور، وبالنسبة لكم رح بتحسوا أنه هلأ منا عاطلة لأنه الشمس موجودة صارت ببرج العقرب، يعني صار فيكم تفرحوا وتخصصوا الويك أند لفترة ارتياح، لكن فترة رح بتكون مفيدة وفعالة، ففيكم تخصصوا عطلة الأسبوع لفترة تمهيد، لفترة إعادة نظر في ملفات مهمة جدا، لكن القرار خلوه للتنين المقبل. انتبهوا لأشغالكم ما تتأخر، حجوزاتكم كمان ما تتخربط. بتبقى المواليد اللي عندها معاكسة من بلوتو بهذا الأسبوع هي 17-18 تموز يوليو، فكونوا حذرين. بدي أتمنى لكم أسبوع حلو، ونرجع نلتقي طبعا مع الأبراج اليومية والشهرية للمزيد من التفاصيل. باي باي.